أنا اسمي وليد مرسي، مسؤول السلامة والصحة المهنية في شركة باشا بهاتشا إيجيبت للصناعات الزجاجية. أنا طبعا بحب أتفضل بشكر لشركة سيمبيوس لأنها قدرت تفهمنا الفايف مشروع الفايف اس بلس 1. من الاس زيرو قدرنا إن احنا نعمل سيلف أسسمنت لكل واحد في الإدارة بتاعته في المكان اللي هو بيشتغل فيه، وبكده احنا بنتجنب الأنسيف كونديشن والأنسيف أكت.